توجهت قطاعاتنا باتجاه منطقة الجارية اللي تعتبر هي آخر معقل من معاقل داعش وتعتبر قلعة حصينة له. حاليا احنا نتواجد بمنتصف منطقة الجارية ان شاء الله، والتقدم ان شاء الله مستمر. خلال عملية التقدم تم قتل اكثر من 37 ارهابي بالاضافة الى تدمير عجلتين مفخخة، وخلال عملية التقدم كذلك تم رفع اكثر من 225 عبوة.